السلام عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: قال الإمام القحطاني رحمه الله في نونيته: سمي الإله لدى الوضوء بنية ثم استعذ من فتنة الولهان. يقول: هل ذلك يفيد جواز الاستعاذة بالله عند الوضوء؟ الذي ورد عند الوضوء بسم الله، الذي ورد عند الوضوء أن يقول بسم الله، لا وضوء لمن لم يذكر بسم الله عليه، يقول بسم الله فقط ولا يستعيذ. لكن المراد القحطاني رحمه الله النهي عن الوسواس، النهي عن الوسواس في الوضوء. نعم.